ذبحنا هذا كله حط عينه في الجوال ولا يسولف معي. شباك طلعنا الشكل؟ يا أخي من ساعة حط عينك في الجوال ولا معبرني ولا تسولف معي، ما غير حط عينك في الجوال وتعبث فيه. إيش عندك؟ يا أخي الناس بدأت تسأل وين، ما عاد في إفطار صايم، ما عاد في خيام رمضانية. طلعت أنت شفت؟ طلعت قبل الفطور شفت؟ لا والله ما طلعت. زين أنا الحين بوديك مكان، بس خلنا نصلي العصر. توكل على الله بوديك مكان إن شاء الله، راح تشاركهم الأجر وراح تستانس باللي تشوفه إن شاء الله. يلا توكل على الله. بسم الله. السيارة هذه كل يوم هني؟ الباص الله يسلمك مو بس كل يوم هني، هالباص موجود في أكثر من منطقة داخل الدوحة، ومعاه متطوعين من قطر الخيرية يوزعون الإفطارات على الصائمين. الله يجزاهم خير. ودك تشاركهم الأجر؟ أكيد. يلا توكل على الله.